خلينا نقول، خلينا نروح لخبر آخر، وده الخبر اللي يعني من اعتقد من امبارح واول امبارح الناس كلها بتتكلم عليه، متعلق بالتعديل الوزاري. ودايما مع التعديلات الوزارية بيبقى فيه آراء كتيرة جدا بتطلع، بعضها بيبقى آراء توقعية وبعضها بيبقى آراء، بس ده بيبقى يعني البعض الأقل شوية، آراء ليها علاقة بتكون مبنية على معلومات محددة ومصادر يعني. ودي غالبا تلاقيها بقى عند ايه، بعض الساده النواب البرلمانيين، بعض الزملاء الصحفيين، بعض الساده الاعلاميين، اللي هو ايه، يجيب لك المعلومه من الكنترول روم كده، من كلمه من الكنترول روم. الحقيقه انه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب دعا المجلس للانعقاد لجلسه عامه النهارده الساعه 12 الظهر النهارده الاحد، ودي في دي هتكون جلسه مبكره قبل الجلسه المحدده من قبل الانعقاد المجلس. وده يمكن عملا يعني بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 277 من اللائحة الداخلية. بحسب جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، من المقرر أن المجلس هينظر خطاب رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعديل وزاري محدود في حكومة المهندس شريف إسماعيل. يبقى هنا الكلام انه التعديل الوزاري محدود، لانه الناس كانت بتتساءل امبارح التعديل الوزاري هيشمل، هل سيشمل اصلا يعني رئيس الوزراء ام بعض الوزراء، وحتى في ناس بالفعل قالت انه رئيس الوزراء يعني هيكون خارج يعني التشكيل الوزاري الجديد، وهيكون يمكن دكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان الحالي هو ربما رئيس للوزراء. البعض يعني توقع ده، او البعض قال ده، البعض الاخر قال لا، رئيس الوزراء موجود والتعديل هيكون محدود على بعض الحقائب الوزارية. خلينا ناخد الخبر اللي أنا بعتقد أنه بيكون خبر اليقين الحقيقة يعني، من الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى بكري والنائب البرلماني. سيادة النائب تحياتي لحضرتك يا فندم. سيادة النائب أنا معك. أهلا بحضرتك يا فندم، تحياتي ليك. أهلا بك يا فندم، أهلا بك يا فندم. في كلام كتير جدا بيتقال، والناس بتسأل هو المهندس شريف اسماعيل هيمشي ولا لا، ولا باق في الوظائف يعني باق في منصبه كرئيس للوزراء. ايه ابرز الحقائب الوزاريه اللي غالبا، او ابرز الوزارات اللي هيحصل فيها تعديل، حضرتك شايف ايه يا فندم؟ اولا القراءه الموضوعيه للنص الدستوري الماده 146 تقول انه لما رئيس الجمهوريه يكلف ويسمي اسما لرئيس الوزراء ويخبر به البرلمان، يفترض ان الاسم اذا ما اقر يقدم برنامجه، برنامج الحكومه، ثم يبدا إجراءات التشكيل الوزاري، وبعد هذا الأمر يعرض التشكيل على البرلمان. الحقيقة دي مرحلة يعني تستوجب عدة أسابيع. نحن الآن مقبلون على انتخابات رئاسية ستبدأ يوم 20 يناير الجاري من إجراءات الترشح، ومن ثم هذا خيار مستبعد. الخيار الحقيقي هو استخدام المادة 147 كما تفضلت دلوقتي. وكمان جدول الأعمال اللي جانا من المجلس بيقول نظر في قرار السيد رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري. إجراء تعديل وزاري معناه أن رئيس الوزراء سيبقى مستمرا هو المهندس شريف إسماعيل، وجرى تأجيل هذا التعديل اللي كان المفروض يتم من فترة لحين انتهاء فترة النقاهة الخاصة بالسيد رئيس الوزراء. اذا المهندس شريف اسماعيل ان شاء الله باق في منصبه. نعم، هو رئيس الوزراء ومتوقع يجي البرلمان اليوم، يعني اذا يعني هناك من الامس ترجيحات بانه احتمال ان يكون موجودا في البرلمان اليوم اثناء نظر خطاب السيد رئيس الجمهوريه الموجه الى رئيس البرلمان، والذي سيعرضه، واللي البرلمان يا اما يوافق جمله يا اما لا يوافق جمله. على كل حال يعني طبعا يعني اما يوافق جمله، يعني كل الحقائب الوزاريه اللي الحكومه هتطرح نعم تغييرها طبعا البرلمان يوافق عليها مع بعض كده، او يوافق او لا يوافق على جزء منها. تمام. نعم. او يرفض تماما او يوافق على جزء منها. لا، يوافق، يوافق او يرفض. لا، يعني هو البرلمان مش ممكن مثلا يعني يرفض. الشرط، الشرط الكامل هو انه البرلمان يوافق كاملا او قد يرفض كاملا. لكن ما ينفعش البرلمان مثلا يقول حضرتك فهمت قصدي، ما ينفعش البرلمان مثلا يقول احنا موافقين على تغيير مثلا الوزاره دي لكن مش عايزين الوزاره دي تتغير. لا لا، لا طبعا لا. لا. التصويت بيتم على التشكيل جماعه وليس تمام فردا فردا. نقطه مهمه. تمام. طيب، ابرز التعديلات الوزاريه اللي مطروحه كده من معلومات ومصادر حضرتك يا سياده النائب ايه؟
يعني عايز اقول لك التكهنات، لانه ما فيش حد عنده تكهن. المعلومه الدقيقه. لكن التكهنات ان السيد وزير التنميه المحليه، واللي انا في تقديري كان له رؤيه هامه جدا الحقيقه في الاصلاح وغيره، هيمشي وهيجي بدل منه محتمل من الاسماء المطروحه السيد اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للاحصاء. حتى امس كان من الاسماء المطروحه. كان في ايضا كلام عن وزير الشباب قد يذهب الى التنميه المحليه. لا، وزير الشباب السيد خالد عبد العزيز ما زال في موقعه. في كلام على انه السيد صاحب نصر تترك وزاره الاستثمار، ويحتمل ان تتولى هذا الامر السيده رانيا المشاط اللي كانت نائب محافظ البنك المركزي. في كلام على انه لا ثانيه واحده، حقيبه الاستثمار لو نعم. لو دكتوره سحر نصر يعني طلعت من وزاره الاستثمار، هي ماسكه التعاون الدولي كمان، يعني هي ماسكه الاستثمار والتعاون الدولي. لا هتمسك التعاون الدولي. في كلام على انها حكي بالاستثمار وتتولى السيده رانيا المشاط نائب محافظ البنك المركزي مملكة. بس كلام على السياحه. والسياحه مطروح اسماء عديده من بينها السيد محمد بدر محافظ الاقصر. كل دي اسماء مطروحه، كل دي مفيش سياده النائب. نعم. مفيش كلام عن الصحه؟ لا، وزير الصحه بقى. انا بسال بس، عايز مش قصدنا حاجه يعني، انا بسال بس. طيب وزير الصحه باقي. طيب معلش عايز ارجع للاستثمار، لانه دكتوره سحر نصر الحقيقه الكل بيشيد بمجهودها، وحضرتك يعني تعلم جيدا يعني هي يعني ما كانتش بتهدى الحقيقه، ولقاءات وتبقى الصبح في بلد وبالليل في بلد وتحاول تجيب استثمار وكده. ليه انا بقول استاذ منى ان دي تكهنات وليست احنا حقائق مقطوع بها. احنا متفقين على ده. قد لا تستمر، لكن يعني حضرتك سالتيني سؤال المفروض ما اجاوبش عليه ما يتعلق بدي، لانه انا بحب اقول المعلومه اللي انا متاكد منها. لا، احنا متفقين ان دي تكهنات يا فندم. قلت انها هي تكهنات كلها، قد تبقى وقد لا تبقى. احنا متفقين بدل من علان. متفقين على ده يا سياده النائب ان دي تكهنات وليست معلومات، حضرتك اوضحت ده ومتفقين على ده. بس هو السؤال، اذا ما حدث بالفعل تغيير في وزاره الاستثمار، هل بتشوف ان يكون ليه سبب؟ هل من وجهه نظرك كده، قراءتك كده سيكون من باب تخفيف الاعباء او الحقيقه يعني لا اعرف لك انها كانت شخصية مجتهدة في الاستثمار. صحيح. وكثيرين أشادوا بجهودها في السعي لتوفير بيئة آمنة للاستثمار. ولكن الحقيقة لم يعني يحسم الأمر بالشكل اللي أنا ممكن أتوقعه أو غيري، لكن هذا تكهن موجود على صعيد الساحة السياسية منذ الأمس. بشكر حضرتك جزيل الشكر. طب سيادة النائب معلش هستغل وجود حضرتك معايا وأقفز إلى خبر آخر يعني هدخل فيه في تفاصيل بعد شوية، طبعا الترشيحات والانتخابات الرئاسية ويمكن آخر المستجدات في مشهد الانتخابات الرئاسية، ما أعلنه المستشار مرتضى منصور مساء أمس بعزمه الترشح لانتخابات الرئاسة. شفت ده إزاي يا سيادة النائب؟ ويعني يعني يعني شفت هذا التصريح إزاي يا فندم؟ أنا تحدثت مع المستشار مرتضى منصور بعد هذا التصريح، وسألته هل ستمضي حتى النهاية أم أن ذلك مرهون بأشياء أخرى، فقال لي بالعكس أنا يعني مصمم إن أنا مستمر في الانتخابات الرئاسية، وأنا جاي البرلمان النهاردة وأسعى مع زملائي للحصول على موافقة 20 من النواب الذين لم يرشحوا احد حتى الان. احنا عندنا حوالي اظن يعني اكثر من 50 واحد مرشحوش حد لغايه دلوقتي. احنا البرلمان عدد الحاضرين فيه حوالي 594، ففي متوقع حوالي 50. فالمستشار مرتضى قال لي النهارده جاي المجلس تخصيصا لهذا الامر، اذا حصل على موافقه ال 20 اهلا وسهلا، ما حصلش سيسعى من خلال الجماهير في الفتره المتبقيه لأن يرشح يعني يحصل على موافقة 25 ألف من المواطنين العاديين على ترشيحه وفقا للشروط والضوابط
اللي حطيتها اللجنه الانتخابيه. هو رد على حضرتك قال لك ايه يا سياده النائب لما سالته سؤال مهم جدا ده، هل ستمضي قدما حتى النهايه ولا هيبقى فيه تغيير للمواقف؟ رد على حضرتك قال لك ايه؟ قال لي سامضي حتى النهايه، ولكن طبعا ده مرهون بالحصول على التوكيلات سواء من البرلمان او التوكيلات من الجماهير، انما هو لديه العزم والعزيمه للاستمرار في هذا الامر كما عرفت منهم بالامس. تمام، بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة النائب مصطفى بكري على هذه المعلومات. إذا فيما هو متعلق بالتعديل الوزاري يعني اللي هو المزمع طبعا أنه يعني يحصل خلال ساعات، والتكهنات الكتيرة جدا العمالة بتطلع، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بإذن الله باق في منصبه كرئيس للوزراء، هو بس في مرحلة يعني اللي بيسموها اللي يعني مرحله نقاهه، وان شاء الله بس متابع، وان شاء الله باذن الله يعود قريبا جدا الى مباشره عمله بشكل يومي زي الاول. الوزراء، ودي تاني بكرر بس على كلمه سياده النائب مصطفى بكري، ليست معلومات ولكنها تكهنات، او يعني خلينا نقول رؤيه الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري فيما هو متعلق بالتعديل الوزاري. هو رؤيته انه الابرز الوزارات او الحقائب الوزاريه اللي هيحصل تعديل فيها التنميه المحليه، وانه الكلام الاقرب تعيين اللواء ابو بكر الجندي طبعا رئيس الهيئه الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، ووزاره الاستثمار ايضا والتعاون الدولي، قد يبقى التعاون الدولي مع دكتوره صحه النصر، وقد يتم تعيين نائب محافظ البنك المركزي وزيره للاستثمار. السياحه، والكلام الاكثر على ترشح المحافظ محمد بدر محافظ الاقصر الى منصب وزير السياحه. وزاره الصحه كان كتير بيسال يعني الحقيقه يعني كان الناس بتسال عادي يعني، وزير الصحة باق في منصبه.